اللي بده يرميك بورده لا تخاف يا زعفر انا ديبك. قد وقدود انت قاعود قد وقدود. ويبا يا عبيد الله يرضى عليك. شلونك قاعود؟ الحمد لله عمي ابو زعفر. روح عملنا كاسه شاي. امرك عمي. زعفر تعال معي. معناك زعلان مني يا عبيد؟ ليش لحتى ازعل منك؟ من اللي صار. لا مالي زعلان. بالعكس يا بي، بدي هيك فصل ينعمل كل جمعة كل عشرة أيام، لأنه هيك فنطي ما بيعمله غير واحد عقيد ومعدل وقبضاي. خلي أهل الحارة يعرفوا مين أبو صافر ومين ابنه. أمرك يا بي أمرك. بس قل لي صافر، مين اللي قال لك تعمل هالفنطي؟ شلون يعني يا بي؟ أنا. لك زرع بلادي وبعرفه، عقلاتك كلهم هالقد يا بي. قل لي مين اللي قال لك؟ يعني مين كان العقل المدبر وراء الموضوع؟ الواوي ما الواوي يا بي الواوي.